السلام عليكم حبيباتي صحباتي اخواتي المتابعات، سوف اشارككم اليوم روتيني المسائي، وهذا داخل في مشترياتي اليومية لمواد تنظيف. هذا وين جابهم السيبيغات؟ جاب لي ايزيس فيسال، هاهو ايزيس فيسال، وجاب لي امير هذا الابيض كلين كلين، هذا تاع شغل سانيبو وشامبوان بيان سور، شامبوان توجور كاين الشامبوان، الصابون طاف ما يخطينيش، نشتي نغسل به كلش، المهم وجهي نغسل به هذا يوالمني. و هادو تاع التنظيف، وهادو العجائن، هذه مكرونه كوبي، وهذه تليتري زوج عيشتيه بزاف، نديره له بالدجاج مشتيهش باللحم، والمكرونه سباغيتي، والطون توجور طون توجور ما يخطينيش من الدار، كل ما يخلص يجيب لي الطون، ولي بيسكوي توجور لي بيسكوي، هذا دائما لي بيسكوي دائما نجيبوه بيتي بور. بيتي بور، وهذا الاخر ياغورت ناتشور دائما حاضر في الثلاجة تاعي، لازم ندير به ريجيم وندير به هكا وصفات تجميل. وهذه ثاني كيف اسمه لي مادلان ثاني الفطور، بنتي دائما تشتيها لازم تفطر بلي مادلان والياغورت. اليوم ما جابناش هذوك تاع الصغيرين، هذو جابلنا القرعه هذه ياغو ثاني تاع سيرتو كو تاع البنان ولا الفخاز مليح. جابلنا الجو ثاني مع الاخر مع امازون تاع اطرتين ثاني هبل بنين وعلى الكيف، هذا الجو تقول ناتشور، والزيت اليو دائما حنا نشريو دائما باطرتين تاع 5 اطرات يطول ويزيد مبديش يدير فيه الريحه، ولا نقول له دائما جيب لي انا هذو تاع اطرتين، حنا مش عايله بزاف افراد العايله بزاف. توجور هذا هو رفيقي الدائم في المطبخ، فورتكس هذا دولو الكبير حجم الكبير، هذا دائما يحكمني بالبزاف جميع الاستعمالات، نمسح به الارض كش ما تسيح الزيت كش ما ندير صابون ونمسح برك، نمسحو به يدينا، نمسحو به هذوك الكاروبات كي ندير ميناج برو ميناج، ندير نغسل نخدم به كلش. رفيقي الدائم هذا هو المشتريات هذو لي تاع اليمونتيغ. ومن بعد ثاني نسيت جاب لي هذا العملاق، هذا تنظيف جميع الاستعمالات الأرضية الفيسي أكرمكم الله، الدوش قدان حاجة يهبل هذا. ثاني خلص لي هذاك ازيز تاع الماشينه ليكيد، دونك جاب هذا ثاني يبدل شويه يبدل، جاب لي ازيز ماشين يحكم هذا قداه كيلو فيه، زوج كيلو ونص، ما في يجيب لي تاع 3 لتر، ودوك زوج كيلو ونص ها مليح اقتصادي ويطول، يجيب لنا تسمعنا نخدم به بزاف، نغسل بالماشينه انا بزاف لي دغا كي تعرفي الحوايج بزاف، وكل يوم نغسل المناشف الكبار كي حنا البحر بزاف بزاف حوايج نغسل به، يحكم لي اقتصادي ومليح، وينظف ويخلي الريحة على الكيف تعبق في الملابس. وحبيت نشارككم في هذا الروتيني هذا المشتريات
هذا وين جابهم للزوج تاعي، قلت لا غير نصورهم لكم، راهم فوق الطابله مازال حتى ما حطيتهمش في بلاصتهم. بون، ومن بعد نولي لكم الفيديو. شريت هذا المنظم، شريت زوج الحق ملايح للفريجيدير، هادو باهيين على الكيف، شريتهم في رمضان، وتسمى ساعه ساعه كيخلصوا لي هكا ساعه. هذوك مشتقات الحليب كما لا يوغت، الاخر بيتي سويس، فلون كراميل، هذوك اللي نشريوهم هكا نحطوهم هكا ونحطوهم في الثلاجه. كيف منظم هايل تسمى، ومعاه طون ثاني، وساعه ساعه نحط الزبده ثاني، حطتها لي بصح راني ساعه ساعه ندير الزبده هذيك لابيل، ونحطهم منظمات على كيف. مام هذا المنظم مليح للفاكهه كيما درك ها، التفاح حاطه فيه تفاح صغيرين، فيه التفاح هادو الصغار وهادو الكبار. منظمات نحطو فيهم هكا الياغورت، فرماج، الزبده، بيتي سويس هكا، الطون، ويتحطو في الفريجيدار وحدهم على الكيف في الثلاجه. هاهي نحطهم في الثلاجه، هاني نشارككم ثاني الثلاجه تاعي. ها هي هاي بلاصتها، هاي هاي الثلاجه تاعي، حطاها حطا فيها كيما هذا، حطا فيه الفائكه، فيها العنب هذا زيو، ها حطا فيه العنب. جميع الاستعمالات هنا، هام الزبده حطتهم ورا بعضهم هنا، الزبده يجيب لي بزاف الحق بتلت وحايد. هذه الزبده ها شطاق، درت بها الحفله عبدتي، درت بها المشلوش ثاني على كيف. الزبده هذه ماشي لا ماغارين، تشبه في الزبده، الريحه تاعها تهبل. هذه هاي الثلاجه، مام الكسره ثاني خليها هكا. هذه ثاني تاع البيض، العظام كما نقولوا احنا، خلصوا لي العظام مازال ما شراليش. هذه ثاني شريتهم يهبلوا، هادو تاع البيض ولا العظام شريتهم، وحبيت نشري وحده اخرى ما لقيتهمش، لا كولير لقيت غير لي كولير فيغ بلون، يا باردون فيغ اورانج، هكا شتيت البلون هكا بلون نيج. هذا هو، هذه هي الاخر روتيني تاع اليوم. ونقول لكم ما تنساونيش في اللايك، وما تنساونيش في التعاليق تاني، وما تنساونيش في الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، سلام.